الشعبة الأولى والشعبة الثانية موجودين؟ نعم دكتور. عاش. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم. طلاب، أخذنا الكانتيك وأخذنا الدايناميك، وهسه احنا يعني اليوم آخر محاضرة لكم بالدايناميك. أخذنا بالدايناميك قلنا هو شنو راح يعمل الدراج للجسم. نهتم بموضوعين اللي هو الميكانيزم اوف اكشن والافكت. ميكانيزم اوف اكشن هي الوي اللي يعمل به الدراج داخل الجسم، من يعمل اكيد راح ينطي لي افكت. فاهتم بهاي الموضوعين. الدراج انه هي اني سبستانس ذات انتر تو بودي اند تشينج ان بايولوجيكال فانكشن. زين، وقلنا مو كل الادويه تشتغل على الريسبتر، البعض من عندها يشتغل على الريسبتر والبعض الاخر ما يشتغل على الريسبتر، على الكيميكال، على الايون شانل، على الانزيم، يعني anyway. لكن بالتالي سواء اشتغل على الريسبتر او ما اشتغل على الريسبتر راح ينطي لي شنو؟ ينطي لي اكشن. اليوم وصلنا موضوع مهم اللي هو الثيرابيوتيك اندكس او يسمى السيفيتي اندكس. الثيرابيوتيك اندكس هو شنو؟ Therapeutic index is the ratio of the toxic dose, يعني lethal dose, LD50, of the drug, اللي هي راح تشنو تنتج لي toxicity, to effective dose, اللي هو شنو ED50, يعني حاصل ال LD50 على ال ED50. زين؟ Ratio of LD50 to ED50. LD50 شنو؟ هو lethal dose, يعني toxic dose, يعني شنو؟ اللي تنطي لي toxicity. زين، على الاي دي 50 هي الافكتيف دوز، يعني الجرعه العلاجيه اللي تنطي لي افكت عفوا دكتور، ب 50%. ثيرابيوتيك اندكس، ثيرابيوتيك اندكس اللي هو السيفيتي اندكس. التعريف مالت ثيرابيوتيك اندكس هو الريشيو اوف توكسيك دوز اور ليثال دوز، يعني ال دي 50 هي الجرعه اللي تقتل لي او تاثر لي تاثير سمي 50% of volunteers LD50 of the drug to effective dose، يعني الجرعه اللي تنطي لي افكت ثيرابيوتيك افكت ب 50% of animals. يعني شلون قلنا البوتنسي؟ قلنا اللي هي جايه من ال effective dose ED50. فالثيرابيوتيك اندكس هي جايه حاصل LD50 على ال ED50، lethal dose على ال effective dose. كل ما كان الثيرابيوتيك اندكس عالي كل ما كانت السيفتي للدراجز عاليه. يعني اذا كان الفرق بين ال دي 50 والاي دي 50 عالي كلش، بالتالي انا اكون السيفتي للدراجز امن واعلى. زين طلاب، عندكم هنا مخطط يبين لك الليثال دوز، افكتيف دوز والليثال دوز. يعني هذا الثيرابيوتيك اندكس ده يبين لك اياها، كل ما تكون اكبر ثيرابيوتيك اندكس كل ما كان السيفتي للدراجز اعلى. وصل الطلاب ثيرابيوتيك اندكس؟ نعم دكتور. عفوا دكتور، نعم، بس على الوقت كبر الدوز اللي راح تقتل لي 50% من الفولنتيرز. اوكي، الاي دي 50 هي الافكتيف دوز، يعني تنطي لي ثيرابيوتيك افكت 50% اوف فولنتيرز. زين، فكل ما كان الفرق بين جرعه ال دي 50 والاي دي 50 اكبر، مثلا انا انطي 1 ملي جرام راح يدي لي سليب، يعني شنو؟ افكتيف دوز. لكن اذا انطي 100 ملي جرام يؤدي لي ديث. يعني شوف الفرق ايش قد، يعني شنو؟ الفلكسبيليتي عندك اعلى. زين، ثيرابيوتيك اندكس عندك اعلى، فاهم شلون؟ حتى يكون دراجز مور سيف. تكلمنا سابقا على البوتنسي والافكيسي. هسه دراج اي شو يعتبر؟ بوتنسي دكتور، بوتنسي دكتور. عافية، عافية عليكم. الدراج بي افكتيفيتي، عافية عليكم. الدراجز اللي ينطي لي ماكسيمم ريسبونس يعتبر مور افيشنت اور افيكيسي. زين، الدراجز اللي ينطي لي
infecting 50% of volunteers اسرع يكون هو more potency. هنا نفس الحالة. هسه وصلنا لموضوع اخر اللي هو شنو التايب اوف كومبينيشن. يعني انا من انطي كومبينيشن للدراجز تو دراجز اذا ما اعرف انا ايش جاي انطي. عندي ثلاث مصطلحات مهمه يعني احد الطلاب سالنا عليها سابقا دكتور اذا نعطي تو دراجز شنو راح يظهر شنو. هنا انا راح نعطيكم اياها. عندي اديتيف افكت والسينرجيزم افكت والانتاغونيزم. اوكي ثلاث مصطلحات مهمه. الاديتيف افكت اني انطي كومبينيشن تو دراجز دراج اي بلس دراج بي النتيجه راح تعطيني نتيجه نفس ما انطيهم كل واحد لوحدهم. يعني انطيت مثلا الاسبرين والبروفين سويه ما راح تنطيني نتيجه اعلى من ما انا انطيهم كل واحد لوحد. فاهمين شلون؟ نعم دكتور. السينرجيزم لا انا انطيت دراج اي انطيت دراج بي راح تنطيني نتيجه اعلى مما انطيهم كل واحد لوحدهم. ليش هسه بالانتي مايكروبيال ينطون كومبينيشن تو دراجز حتى النتيجه شو تصير؟ تصير اعلى مما انطيهم كل واحد لوحده. سموه المصطلح هذا شنو؟ سينرجيستيك افكت. يعني ذا افكت اوف تو كيميكال تاكن توجذر از جريتر ذان ذا سم اوف ذير سيبريت افكت ات ذا سيم دوز. يعني انا انطي كل واحد لوحده ما راح ينطيني نتيجه مثل ما انطيهم كومبينيشن. من انطيهم كومبينيشن راح تنطيني الافكت مالته اعلى مما انطيهم كل واحد لوحده. عكس شنو؟ الاديتيف. الاديتيف انطيهم لوحدهم او انطيهم سوى نفس النتيجه. اوكي مثل انتي مايكروبيال ينطون تو دراجز راح تنطيني نتيجه يعني عاليه. اوكي مثل الاوجمنتين تو انتي بايوتيك ينطيني نتيجة أعلى مما أنطيهم كل واحد لوحده. الانتاغونيستيك إفكت راح أنطي تو دراجز التو دراجز من أنطيهم سوية راح تنطيني نتيجة أقل مما أنطيهم كل واحد لوحده. أوكي فيسمونه الانتاغونيستيك إفكت. وصلت لحد الآن طلاب؟ نعم دكتور. هنا انا منطيني فت شرح قليل يعني شلون مختصر للكلام السابق. الاديتيف الاديتيف ان افكت ان ويتش تو سبستانس اور اكشن يوزد ان كومبينيشن برودوس ا توتال افكت ذا سيم از ذا سم اوف ذا انديفيديوال افكت. يعني اذا انطيهم كل واحد لوحده نفس النتيجه راح تطلع لي مثل ما انطيهم كومبينيشن. سينرجيستيك افكت ذا يوز اوف تو اور مور دراجز ذات برودوس شو جريتر افكت comparing with the use each drug alone. يعني ينطي نتيجة أعلى مما ينطيهم كل واحد لوحده. زين نعطيك أمثلة. نان ستيرويدال ويا الكودايين أكو هواية أمثلة بس يعني بعدين راح تأخذوها بالمواضيع القادمة بالدراجز اللي راح تأخذوها بالأيام القادمة انتي مايكروبيا بالدراجز الكارديو فاسكولار سيستم سي إن إس كذا راح تشوفها. زين نفس الحكي ويا الانتاغونيستيك افكت. يعني دراج اي 1 بلس 2 يعطيني 0 ما راح ينطيني نتيجه مثل ما اني اتوقع. زين الانتاغونيستيك افكت انواع الانتاغونيست ثلاث انواع عندنا. احنا قلنا الاغونيست كم نوع كان عندنا؟ ما طلع عافيه. قلنا الفول اغونست والبارشيال انفيرس. هسه هنا عندنا فيزيولوجيكال وكيميكال وفارماكولوجيكال هم ثلاثة انواع عندنا. زين الفيزيولوجيك انتاغونست شنو؟ انا اعرف انه مثل الهستامين يشتغل على الاتش 1 ريسبتر. الاتش 1 وين موجوده؟ موجوده بالسمول باسل بالبرونكيال سموث مصل. اذا تحفز عندي الهستامين شو يسبب لي؟ هو
برونكو كونستريكشن. عافية برونكو كونستريكشن يعني شنو؟ يؤدي للأزمة. هذا وين اشتغل الرسائل الهستامين؟ اشتغل على الاتشوان. اجي انا انطي شنو؟ ادرينالين. الادرينالين وين يشتغل؟ على البي 2 ريسبتر. عافيه. البيتا 2 وين موجوده؟ موجوده بالبرونكيوس مود مصل. شو يسبب لي؟ دايليشن. عافيه عليك. يعني انا يشتغل على ريسبتر ثاني لكن هو شو عاكس لي؟ عكس لفعل الدرجز الاول او السبستانز الاولى اللي يشتغل على ريسبتر ثاني. اوكي يعني هما ريسبترين موجودات اثنين شغالين على نفس التشو لكن عمل احدهم يعكس عمل الثاني فيلقي لي عمل الاول. يعني فيسيولوجيك انتاغونيزم اكر وين ذا action of two agonists work at the two different receptor. يعني مثلاتهم agonist للreceptor لكن عمل الثاني يلقي لي عمل الأول. وصل الطلاب؟ ها الانتيدوت دوك التوكسيك دوز. الانتيدوت أنا عندي توكسيك دوز ولازم أعالج. هسه أحدها موجود هسه بالكيميكال يستخدم كأنتيدوت. أنا أنطي مثلا صار عندي تسمم بالهيفي ميتال شو أنطي؟ لازم أنطي تشيليتنج ايجنت حتى ترتبط بالهيفي ميتال وتطلع عليها خارج الجسم يعتبر أنتيدوت بالكيميكال. هاي مو توكسيسيتي. يعني لسه عندك مثلا إفراز هستامين يعني ما يعتبر كمثل نقدر نقول أنتيدوت. اوكي هو انتاغونست يعتبر الفيزيولوجيك انتاغونست. الانتيدوت لا ما تقدر لان الادرينالين له هوايه يعني شغل له يعني مو خاص بس بالهستامين. هسه من تنطي تشيليتنج ايجنت هي خاصه بالهيفي ميتال. اوكي من تنطي النالوكزون هي خاصه بالمورفين هيجي بس هي مو ما يعني ما خاص بي كل واحد يشتغل لوحده. اوكي لكن عمله يعاكس عمل الاول بس هاي يسموه فيزيولوجيك. نعم ها انت الانفيرس اغونست هو انت منطيك اغونست هو انت منطيك اغونست لكن شنو انطاك وان ذا انتاغونست كومبيت وذ اغونست for the specific receptor. يعني الانتاغونست اللي راح تنطيه راح يتنافس ويا الاغونست اللي موجود بالريسبتر زين وبالتالي يمنع لي الاكشن مال الاغونست. فاهمين شلون؟ يعني مثلا عندك انت الهستامين وين يشتغل؟ على الريسبتر اندوجينس. لكن من انطي الدايفين هيدرامين يمنعني راح يجي يتنافس ويا الهستامين على نفس الريسبتر وبالتالي يمنع عمل الهستامين يبقى يشتغل شنو عندي الدافن هرمون. يعني انت تشتغل على نفس الريسبتر الاغونست والانتاغونست الانتاغونست يلغي فعل الاغونست اللي موجود على الريسبتر. وصل الطلاب؟ هسه راح اعيد لكم اياهن. الفسيولوجيك انتاغونست شنو؟ اني انطي عالج لكن مو على نفس الريسبتر شغله. يعني الاغونست يشتغل على الريسبتر. نعم دكتور الصوت مو واضح اصلا. اطلع بس اسمع دكتور نسمع بس الصوت مو واضح. شو هو نفس ما غيرش هسه مو حسين؟ تمام دكتور هسه واضح. عندك الاول قلنا الفيزيولوجيك انتاغونست شنو؟ انه انت عندك فيزيولوجيك انتاغونست اكر وين ذا اكشن اوف تو اغونست ورك ات ذا ديفرنت تايب اوف ريسبتر. يعني انت عندك سبستانس اللي هي الهستامين تشتغل على الاتش 1 تنطي تعاكسها
بدراجز اخر يشتغل وين؟ على ريسبتر ثاني، ما راح يتنافسون على نفس الريسبتر، كل واحد يشتغل لوحده. لكن الانتاغونست يعكس الفعل الاغونست، فاهمين؟ هذا الفسيولوجيك. بالفارماكولوجيكال لا، هم الاثنين راح يتنافسون على نفس الريسبتر، بالتالي الانتاغونست راح يشتغل مكان الاغونست. وصلت هسه الفسيولوجيك والفارماكولوجيكال؟ نعم. الانتاغونست نوكشن، لا هنا أنا هنا تختلف، هنا أنا شنو اني انطيها حتى تلقي، يعني شلون تعتبر يعني حتى القي فعل الاغونست؟ يعني الهستامين هو يعتبر اغونست لمن؟ للاتش 1. من انطي اشغل دراجز يشتغل يعاكس فعله على ريسبتر ثاني، يعني نهت يعني شلون يعني شبه انه حجمت فعل الهستامين، حجمت انه يشتغل على اتش 1 حتى اعالج، يعني عالج حاله معينه مثل الانفلكتيك شوك. زين بالفارماكولوجيك نفس الحاله، انا من انطي الدايفين هيدرامين حتى القي فعل الهستامين، انت قلت شلون ما الى عمل لازم يعني لا ها تقصد بالكومبينيشن؟ ايه هاي بالكومبينيشن واحد، هاي بالكومبينيشن واحد، يختلف عن هذا الموضوع. بالكومبينيشن انه انا انطي تو دراجز، انطي تو دراجز اريد من عندهم شنو؟ اريد نتيجه، فاهم شلون؟ اذا كان حساباتي مضبوطه انه اصلا لازم لوين؟ على السينرجستيك افكت، يعني انطي تو دراج، تو دراج مثل السلفا وتراميثابريم، من انطيهم اخذ نتيجه مضبوطه، يعني تطلع نتيجة أفضل ما أنطي السلفة الواحدة وأنطي الترامي الواحدة، فاهم شلون؟ يعتبر هذا سينرجيستيك إفكت. بالأدتيف إفكت أنا أنطي تو دراجز مثل الأسبرين والبروفين، أنطيهم كأنما منطيهم كل واحد لوحدة، يعني راح تطلع لي نتيجة مثل ما أنطيهم كل واحد لوحدة. هاي بالكومبينيشن أنا أحكي لك. إيه بينما يعني شنو المادة تنسوها يعني تنطيني نتيجة، بينما بالانتاغونست هنا بال 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 بالكومبينيشن انه الفعل الثاني راح يعكس الفعل الاولى، بعكس الفعل الثاني راح يعكس الفعل الاول، وبالتالي ما راح تعطيني نتيجه. كلامك صحيح انت من قلت لي راح ما ينطيني نتيجه، لان شنو هم التو دراجز راح يتنافسون ما راح ينطيني نتيجه. كلامك صح، بس موضوع الكومبينيشن يختلف عن موضوع انه انا اريد اعالج حاله معينه ليشتغل عندي شغل على الريسبتر وده شغل الريسبتر الثاني حتى يلقي فعل الأول، أو راح أنا أخليه يتنافس على نفس الريسبتر، يعني شون ده يلقي عمل الأول حتى أشتغل بالعمل بالدرجز الثاني، يعني واحد منهم راح يشتغل، بينما بالكومبينيشن أنا أريدهم الاثنين يشتغلون. وصلت هسه؟ لو عيد النوب يعني بالكومبينيشن انا اريدهم اثنينهم، ما اريد واحد يلقي عمل الثاني. بالانتاغونست من انطيهم راح يلقي عملهم، راح ينطي نتيجه زيرو، فاهم شلون؟ نفس الحاله هنا أنا. من انطي الانتاغونست راح القي فعل الاغونست، فشنو انا بالكومبينيشن لا انا ما اريد يلقي لي فعل، انا اريدهم اثنينهم ينطوا لي نتيجه افضل مما انطيهم كل واحد. عافيه. اوكي قلنا بالفارماكولوجيكال راح يتنافسون اثنينهم على نفس الريسبتر، بالفسيولوجيكال لا، تو سبستانس راح يشتغلوا على الريسبترات كل واحد لوحده، لكن شنو عمل الثاني راح يلغي العمل الاول. بالكيميكال لا، انه انا هم مادتين يعني هو التوكسيك سبستانس تكون وين؟ بالسوليوشن، وعندي التشيليتنج ايجنت هي شنو؟ سوليوبل ان سوليوشن، بالتالي راح تشت وذ ذا توكسيك سبستانس تو ريدوس توكسيسيتي، هذا يسمونه كيميكال انتاغونست. زين هذا صار عندكم شنو؟ عندكم الكومبينيشن انه انا اريد يصير كومبينيشن حتى شنو؟ اريد سينرجيستيك افكت. زين بينما الانتاغونست شنو؟ عمل الثاني راح يلقي لي عمل الاول، فما راح ينطي لي شنو؟ ينطي لي نتيجه اللي انا اريدها، اريد انا اصلا السينرجيستيك افكت. زين الاداتيف شنو؟ هو مثل ما تنطيهم لوحدهم، تنطي تو دراجز مثل ما تنطيهم لوحدهم النتيجه، يعني ماكو فد يعني ريسبونس
يعني افضل ما تنطيهم سويه زين. هسه شنو عندكم بالدايناميك؟ اي سؤال عندكم قولوا. موجوده بالبلازما وظيفه البروتين بايندينج قلنا شنو؟ يسهل لي ديستريبيوشن البرولونج اكشن اوكي، وفتره بقاء الدراجز بالجسم تكون اطول زين اوكي طلاب. هاي ثلاث شغلات احنا قلنا سابقا الابزوربشن يسرع الابزوربشن، اول دراجز اصلا صار الابزوربشن قبل لا يرتبط وين بالبروتين اوكي. جواب نعم تفضل.